بيع الكتب القديمة هذه المهنة التي يشتغل بها العشرات من المواطنين بقلب العاصمة، فيبيعون أمهات الكتب وخصوصا منها المستعملة لتعم فائدة محتواها لمختلف الأجيال. كي تلقى باريكزوم كي تلقى عنده تريزور في الدار، بصح ما يعرفش باللي لا فالور تاع لو تريزور هذاك. اوروزمون اللي كاينين حنايا بون في عوض ما يبقى شغل مخبي وتاكلوا ياكلوا غبار تريزور هذاك، نجيو لهنايا منها شغل نبينوه للناس، منها شغل الثقافة هذيك اللي كانت عند الشيخ هذاك، نعرفوا كيفاش نوصلوها للغاشي، ونكونوا احنا حاجة أم وحاجة صغيرة ساهمنا في تثقيف الشعب الجزائري. وبين من جعل من هذه المهنة مصدرا لكسب قوت يومه ومن يمتهنها حبا وشغفا فيها، نجد مولود الذي بسط مجموعة كتبه المتنوعة على رصيف شارع حماني أرزخي. مولود الذي بدأ هذا العمل منذ قرابة 20 سنة، والذي يعتبر من أقدم الباعة في هذا المكان. هالميتي تبعته لأنه نبع أولا كما في أصل محبتي الأصلية للكتاب، كان بدأ قراءة ثم إذا بأجد بأبيع الكتب استطاعين بيع كتابات هكذا يعني. وحكمت لي فيها المدخول يعني كما يقول يكفي، يقدر يكفيني يعني في نهار حوالي مثلا 600 دينار 800 دينار نهار. هذا المكان الذي يقصده الطالب والأستاذ والمعلم والتلميذ والمثقف والباحث في رحلة البحث عن منهل يأخذون منه مرادهم في مختلف العلوم والمجالات. أنا جيت من ولاية غليزان، مثل الجول في العاصمة، شفت هذا البائع تاع الكتب على الأرصفة. عادة أنا تأخذني هذا يأخذني الفضول باش نطالع في هذه الكتب، باسكو دي فاتي مكتوبة عندهم قيمة وبثمن رخيص. جيت هنا باش نشري كتاب أليف، باسكو سي ميو باه تجي تشري هكا أليف خير من تشري خير من زعما تاخذ الانترنت، باسكو ما تديش راحتك بيا هكا أليف تقبلها كي من هكا تراقد نتا هكا وكتكون مريح، سي ميو كو طابلات ولا سي ميو كان دايرين هادو لي طابل، باسكو كاين بزاف ديال ما نلقاوهمش في لا بيبليوتيك. هذه التكنولوجيات الحديثه ما شكيتش تصارع الكتاب، يعني ما تقدرش تقصي الكتاب من الوجود ابدا. وخير جالس في الانام كتابه. ويبقى هذا الفضاء مقصد الزوار رغم ظهور مختلف الادوات التكنولوجيه الحديثه، وذلك لما يوفره من سلع مميزه وباسعار في متناول مختلف الفئات الاجتماعيه.